السلام عليكم. من المعروف أن السجون تعد الوسيلة التي تتبعها كل الدول لعقاب المجرمين وليس لترفيههم، ولكن اليوم سنشاهد معا سجونا تبدو وكأنها نزهة ترفيهية. قبل أن نبدأ في هذه القائمة، لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ليصلك كل ما هو جديد في قناتنا. سجن سولنتونا. تتمتع السويد بالرخاء لدرجة أنها أوشكت على إغلاق سجونها لقلة السجناء بها، وكما يتمتع سكانها بالترف والمال الوفير، فإن السجناء بسجن سولنتونا يتمتعون أيضا بالرخاء الكامل، حيث أن السجن يحتوي على صالة ألعاب رياضية، وفيه يتمكنون من طبخ ما يشتهون ويشاهدون التلفاز بينما يشربون كوب القهوة المفضل لديهم. يبدو هذا السجن وكأنه منزل فخم، ولكنه في النهاية يظل سجنا لا يمكنك فيه رؤية أحد. سجن أديوال. هذا السجن بسكوتلندا يختلف كثيرا عن بقية السجون الأخرى، حيث أنه يمكن سجناءه من التعليم وتحسين مستواهم الثقافي، كما أنه معروف بنظافته الفائقة، ويمتاز تصميمه بالأناقة التي تجعل من الصعب تصديق هويته الحقيقية كسجن يحتوي مجرمين. سجن أرانخويز. عندما تلد الأم السجينة طفلها، ترسله الدولة إلى عائلته أو إلى دار رعاية خاصة بالأطفال، ولكن في سجن أرانخويز بإسبانيا توجد زنازين مناسبة جدا للعائلات، حيث أن الأم السجينة تتمكن من بقاء طفلها معها حتى يتم 3 سنوات، ويتواجد معه أطفال كثيرون ليلعب معهم ويعيش طفولته الطبيعية. سجن جي في اي فالسبوتل. يبدو هذا السجن وكأنه من وحي الخيال، وهو موجود بألمانيا، فهو شبيه جدا بقلعة كبيرة يتمكن فيها السجناء من غسل ملابسهم وامتلاكهم غرفة خاصة بهم بمكتب وخزانة، حتى أنهم يمتلكون غرف معيشة ليمكثوا فيها سويا. سجن تشامدولون. إذا نظرت إلى الزنازين الموجودة بهذا السجن، فيمكنك أن تشعر أنك أخطأت ودخلت غرفة بفندق للأثرياء. يتواجد هذا السجن في جنيف، فقد كلف هذا السجن في إعادة بنائه 40 مليون دولار بعدما تم التأكد من امتلائه بالأمراض والأوبئة والمشاكل. وقد أصبح السجن الآن مختلفا جدا، كل زنزانة تمتاز بوسعها ونظافتها واحتوائها على 3 سرائر وحمام. سجن باستوي. يقع سجن باستوي في النرويج، وهو عبارة عن بيت يقع في وسط المزرعة، فهو يحتوي على نسبة أمن قليلة جدا، مما يسمح للسجناء بالاستمتاع والتجول داخل المزرعة كيفما يشاءون، ويقومون بكافة الأنشطة الترفيهية مثل التزحلق على الجليد وركوب الخيل ولعب التنس والصيد. وفي عام 2014 حصل السجن على جائزة تقديرا لما يقدمه للبشرية من رخاء وتقدير. سجن هالدن. المعروف عن النرويج أنها تحتوي على نظام عادل جدا يحترم ويقوم المجرمين، فهو يحتوي على 252 سجينا، ويمتلك كل سجين منهم غرفة مخصصة وتلفازا وثلاجة ونوافذا كبيرة في الغرفة، حتى أن الحراس لا يحملون بنادق لإحساسهم بالارتياح النفسي. الهدف من هذا السجن هو إعادة تأهيل السجناء وتقويمهم على أن يصبحوا مدنيين متطورين أكثر. سجن جوستيس سنتر ليوبين. يقع هذا السجن في أستراليا، ويعامل سجناءه بفائق الاحترام، حتى أنه يسمح لهم بارتداء ملابسهم العادية. يمتلك السجناء مطبخهم وحمامهم الخاص، تمتلئ الزنازين بالنوافذ المطلة على مناظر رائعة من الخضرة، حتى أن بعض الزنازين تحتوي على شرفة محاطة بالحواجز الحديدية. فهم يؤمنون بأن المساجين لديهم حقوق إنسانية يجب أن يحصلوا عليها ليحسنوا من سلوكهم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.